أول برحب بيكم وبقول الحمد لله والشكر لله على الـ3 نقاط. الـ3 نقاط كانوا في غاية الأهمية، بتلعب فريق نبجة اللي بيعاني، ولكن تعادل الماتش اللي فات في آخر دقيقة ده روح شوية، وده اللي أنا اتكلمت مع اللعيبة عليه. بشكر اللعيبة لأن بصراحة النهاردة 8 لعيبة أول مرة يلعبوا مباراة، يمكن مريح لعيبة كتير جدا، لعب تلعب كل يومين كل 3 أيام، صعب اللعيبة. بشكرهم اللعيبة، تعبوا اجتهدوا، ربنا وفقنا وخدنا الـ3 نقاط من خريبجة في خريبجة، ودي حاجة بحمد ربنا عليها عشان كنا نستحق الفوز في المباريات السابقة، مباراة الفتح ومباراة الوداد، ولكن الحمد لله ربنا عوضنا النهاردة بالـ3 نقاط. بشكر كمان الجهاز، بشكر ياسين المعد البدني، لأنك لما تلعب لعيبة 8 لعيبة كل الناس طبعا لو اتغلبنا كان هيقولوا عليا مجنون، هيقولوا عليا ازاي، فلا، ولكن الحمد لله الواحد بيعمل سيناريو. وكل اللعيبه زي ما انا قلت قبل كده في كل المؤتمرات، من اول ما جيت من اول يوم حتى وانا في جديده وانا في واتزون، بقول كل اللعيبه عندي اساسيين، انت خش قاتل والعب واشتغل ونفذ التعليمات وتوكل على الله. الحمد لله بشكر اللعيبه وهفضل اشكرهم، لان البطوله صعبه 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 صعبه، مش مين ينزل ومين ياخد البطولة. البطولة السنة دي كل الفرق متقاربة في المستوى، وكل الفرق متقاربة في الدعم، ولكن الحمد لله بشكر المكتب، بشكر الرئيس كتير اللي واقف في ظهرنا ومعانا دايما، وبشكر المكتب كله، وبشكر الجمهور. الجمهور النهارده كان غايب ولكن بنهديله الفوز، لان احنا الماتش اللي فات الوداد كنا الافضل طوال 90 دقيقة، وكنا نفسنا نفرحهم على ملعبنا، ولكن بقول الحمد لله والشكر لله، قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله مستنيينكم ان شاء الله في مباراه السؤال ان شاء الله باذن الله. شكرا. كنت محدد الفارق؟ لا، خلينا نكون واقعيين. الانتدابات الاول انا طلبت من الرئيس 4 لعيبه، 4 مراكز معينه، وطلبتهم بالاسم. ان شاء الله اتمنى يكونوا موجودين ويكونوا يدوا الاضافه، لو ما جوش هنشوف البدايل. انا عندي ثقه في ربنا سبحانه وتعالى ان نجيب 4 لعيبه يدوا الاضافه. حاجة تانية إن شاء الله، بقول المنافسة على البطولة صعبة 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 صعبة، خلينا نمشي خطوة بخطوة، خلينا البطولة صعبة، الفرق كلها زي ما قلت من شوية صعبة، احنا عايزين هدفنا البقاء في الأول والآخر، هدفنا البقاء، نقعد الأول ونعرف احنا بعد ما نقعد محتاجين نوصل للمركز الكام. بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى التوفيق، لأن التوفيق مهم جدا في كرة القدم. أوقات كتير أنت زي الماتش اللي فات بتاع الوداد، وهفضل أدي مثل بيه، انت ما جاتش عليك فرصه، مع انك ضيعت 4 فرص اجوال وربنا ما وفقكش، ما كانش في توفيق من ربنا. فخلينا نقول ان التوفيق مهم جدا في كره القدم، يا رب يفضل التوفيق دايما ملازمنا ويفضل دايما موجود معانا، وان شاء الله يكون خير. شكرا لك. شكرا لك.